بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. هل الإبداع موهبي أو مهارة؟ هل الإبداع موهبي تأتي إلينا بالفطرة أو هي مهارة نكتسبها بالمعرفة والخبرة؟ سؤال بيطرح نفسه دائماً على المتخصصين بشؤون الإبداع. الجواب عندي هو إنه من يمتلك موهبة الإبداع قادر على المجيء بأفكار جديدة ومضات خيالية مهمة، لكنه لا يستطيع أن يلم بجوانب تلك الومضات الخيالية أو يحولها إلى اكتشافات واختراعات إلا إذا امتلك المعرفة والعلم. الإبداع موهبة فطرية لأنه بيتطلب حشرية وخيال ورغبة في إنتاج الحلول، ولكن إذا انعدمت المعرفة بقواعد وتطبيق الإبداع يجعل من الأفكار الجديدة محض خيال. وعلى المقلب الآخر من الموضوع، لابد من الإشارة إنه من يملك العلم والمعرفة التامة بلعبة الإبداع ولا يملك الحس الإبداعي أو الحشرية العلمية لا يستطيع أن يبدع شيئا على الإطلاق. الإبداع إذن هو مزيج من المواهب الفطرية والجينات الوراثية والعلم والمعرفة والمهارات المكتسبة والاختبارات المتكررة. نعم، الإبداع هو نتيجة لاختبارات متكررة ومحاولات حثيثة وإخفاقات عديدة. هو نتيجة إيجابية لمن يستطيع أن يصبر على الزمن ويتعلم من الأخطاء ويتحدى الفشل. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.